داروا عليها الشوشره باللي التوانسه حقروهم وباللي الحكم راهو كيما الجزيريه كيما التوانسه تاع المضاربه هذا راهو حكم كيما نقولوا صارم من 7 سنوات ل 10 11 12 حتى ل 15 كيما الجزيريه كيما التوانسه. احنا دخلنا له البارح عندنا يومين من اللي دخلنا شفناهم في البوست توانسه بزاف واحد اللي هز القضيه هز مسهلينهم في الديوان على عينينا موش قال مسهلين وروح ربي ساهل روح ربي ساهل فاليوم تلقى قسمطين ازي تلقى عنابة زي تلقى جزائر زي وهران زي هذا ما كان تما كل واحد والتقاليد تاعو كاين واحد يدير الشربه واحد يدير حريره أخوة من الجزائر حسام حمد جايين من الجزائر جايين من الجزائر جايين على شنو؟ شنو السبب اللي جايين عليه لتونس؟ شوية سياحة وشوية عمل يعني كوميرس كي نحكيه على العلاقات التجارية بين تونس والجزائر شنو تقول لي عليه؟ علاقات مية مية مليحة ما شاء الله حنا نجيو هنا يتهلاو فينا وهما يجيو لهين يتهلاو فيهم احنا نحسوا روحنا رانا في دارنا وهم يحسوا روحهم رانا في دارهم امور باهيه الحمد لله كي نحكيوا على العلاقات التجاريه بين تونس والجزائر نحكيوش طبعا على تهريب ولا واحد نحكيوا على المواد اللي تجي بين تونس والجزائر شنو هو انواع السلع اللي تجي من تونس للجزائر تصير مبادلات تجاريه مبادلات تجاريه كاين كيما المواد الغذائيه كاين اغلبيه مواد غذائيه اغلبيه هي الاغلبيه مواد غذائيه نورمالمون هذه هي مواد غذائيه فرق يحكيوا مره قالوا في الجزائر فما توانسه شدوهم بالزيت حكموا عليهم بالحبس هذه امام هذه تدخل كيما نقولوا احنا المضاربه الحكم عندك من 7 سنوات حتى ال 15 حتى كيما الجزائريه كيما حنا كيما هما كيما حنا تسمى القانون تاع المضاربه هذا ما فيهش كيما نقولوا الامور اللي داروها داروا عليها الحس وداروا عليها الشوشره باللي التوانسه حقروهم وباللي الحكم راهو كيما الجزائريه كيما التوانسه تاع المضاربه هذا راهو حكم كيما نقولوا صارم من 7 سنوات ل 10 11 12 حتى ال 15 كيما الجزائريه كيما التوانسه كيف ما كانش حكم زايد بار اكزومبل يقولوا التوانسه حقروهم لهيه والله ما كانش هذاك هو الحكم هذا ما كانش كاين واحد نعرفه ثم في الجزائر حكموا عليه 7 سنين حبس على جلد الزيت على جلد الزيت يعني نقولوا احنا يسمى تهريب مواد غذائيه من 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 بلاد لبلاد يحاكم عليه المواد المدعمه ماشي تهريب كيما نقولوا مش المواد المدعمه هي كيما نقولوا اللي داخله في المضاربه المواد اللي راهي مدعمتها الجزائر فهمتني كون بار اكزومبل لقاوهم كون لقاوهم باللي هزين حاجه اخرى بار اكزومبل تاع لامبورطاسيون هذيك يقدروا شويه يرفقوا فيهم شويه كيعادوا توانسه لكن الحكم الحاجه المدعمه الحكم تاعها راهو كيما الجزائريه كيما حنا فهمتني كيما الجزائريه كيما التوانسه برد حكم ما كانش حكم اللي مبدل ولا يعني نجم نقولوا توا معنا حتى الحكم عليهم بخمسة سنوات سجن معنا على الجزائريه يحكموا عليهم نفس الحكم احنا عندنا واحد جزائري نعرفوه تما موش قال جزائري نعرفوه بال تما جار واخ وصديق حكموا عليه عنده سمانه 7 سنوات هذه الحكم نتاعكم يسمى المضاربه معناها كما نقولوا احنا الاحتكار الحكم مش الاحتكار احتكار راه وحده الاحتكار راه اللي يحكموه يخبي السلعه كي تعود طايحه ومن بعد كي تغلى يولي يجبدها واللي راهو يخبي كيما نقولوا اللي يخبي في الدقيق يخبي في الزيت يخبي هذاك هو الاحتكار هذه كيما نقولوا حوايج كيما نقولوا تاع التهريب هذا هو فنورمال تما كيما نقولوا احنا دخلنا له البارح عندنا يومين من اللي دخلنا شفناهم في البوست توانسه بزاف واحد اللي هز القضيه هز مسهلينهم في الديوان على عينينا موش قال مسهلين وروح ربي ساهل روح ربي ساهل يقضيو هما يدخلوا يقضيو وحنا قال العب ندخلوا هنا نقضيو وصوالحنا الحمد لله ما كان حتى امور خاوه بيناتنا الحمد لله ما كان والو ما كان حتى حساسيه
فهمت الحساسيه اللي داروا هذوك وهم التوانسه وهم شدوه وحكموا عليهم ودوهم القانون اللي حكموا عليهم نورمال كيما نقولوا مثول فوري كيما داوهم هما داروا المثول الفوري مثول الفوري ديروهم حنا قانون جزائري هذاك اللي يحكموه يعقبوه ديرك مثول فوري قال كيفاه داوهم وشارعوا لهم ديرك فهمتني هذاك راه قانوننا قانون تاعنا عادي ما كانش زعما باللي راهم توانسه ولا هذه هذاك راه قانون عادي جدا هذا ما كان كي نحكيو على صحيح فما حاجات قانونيه تدخل تونس وحاجات غير قانونيه تدخل تونس كي نحكيو على التهريب تو صحيح فما برشا مواد مهربه من تونس للجزائر وكاين حوايج من تونس يتهربوا للجزائر كيف كيف هنا ثاني يدي وكاين حوايج اللي يتهربوا من تونس للجزائر وكاين حوايج يتهربوا من الجزائر لتونس كيف كيف تسمى كيما نقولوا حنا نحتاجوا تونس وتونس تحتاجنا هذا ما كان يظهر لي في نتذكر عامين التالي في الكورونا كانت المواد الغذائية في الجزائر كانت تسرب عن طريق الحدود للتوانسة معناها تضامنا مع الشعب التونسي تضامن هي تضامن وما زالت البارح حنا كي دخلنا السيميات كاينين داخلين قانونيا عادي سيميات شنو فيهم؟ سيميات فيهم تاع المواد الغذائية بالقانون عادي بالقانون هم يروحوا لتونس يروحوا لليبيا يروحوا كاين امور تاع القانونيه راهي تمشي عاديه جدا كيما نقولوا الضربه تاع الازمه تاعكم تاع السكر هذيك والاخر يدخلوا بالسيميات يدخلوا بلا تسمى اي كيما نقولوا تاع التهريب هذه شغله ماشيه في الدم برك الناس مشيت لها هي في القانون بالقانون وقاعد يدخل بالقانون كنت حاب انت بار اكزومبل تشري من الجزائر قانونيا تشري تقدر تشري فهمتني تهريب كيما نقولوا تاع الناس الضعاف هما اللي رايحين اللي يروحوا للتهريب هذا ما كان برك انتوما في الجزائر كيما نقولوا احنا في تونس فما حاجه اسمها احتكار الاحتكار قيس سعيد مثلا سكر برشا دبوات واغلق برشا مشاريع من اللي هما يخبيوا في السلعه ويهزها هو ويخرجها للشعب عن طريق وزاره التجاره في الجزائر كيفاش تساهموا في تقليل حاجه خاصه الاحتكار اللي هو في رمضان شهر الكريم والشهر الفضيل يعني السلع ماهيش باش تكون غاليه في الجزائر كيفاش تقاوموا الاحتكار هذه الامور تسمى كيما نقولوا الرئيس هو اللي تاخذ القرار تاعها لازم كيما نقولوا لازم يكون كلش طايح باش شهر رمضان شهر الرحمه باش اللي عنده واللي ما عندوش الناس كل بربي ان شاء الله تعقبوا كل كيف كيف هذا ما كان شهر رمضان يختلف شوية على الجزائر وتونس في العادات والتقاليد والماكلة زادة كما نقولوا احنا في الجزائر كل بلاد والتقاليد كما نقولوا تاعها ما يجتمع على تونس والجزائر برك ما احنا في الجزائر باريكزوم تلقى قسمطين ازي تلقى عنابة زي تلقى الجزائر زي وهران زي هذا ما كان تسمى كل واحد والتقاليد تاعه كاين واحد يدير الشربة واحد يدير حريرة واحد يدير تسمى ماهيش بين تونس ومام حنا عندنا في الجزائر شويه التقاليد تاع الماكله ثاني تتبدل كان تعطينا انواع الماكله المختلفه في الجزائر نسمي لك انا ماكله عنا وقول لي انت شنو الماكل كي نقول لك انا الشرموله الصفقسيه الشرموله اسم ما نعرفهاش اللي هي نوع من الحوت يتعمل في وسط الشوربه وفي وسط يسمى الشرموله فوالا حنا عندنا التقاليد تاعنا كاين اللي يديروا الشربه كيما نقولوا على الجاري كاين اللي يديرها فري كاين اللي يديرها دويده كاين كيما نقولوا تاع الغرب يديروا حريره كاين كيما نقولوا ناس اخرين يدير جاري ابيض كاين كل واحد وكيفاه يقولوا الكسكسي اصله مغربي وساعات يقولوا الكسكسي اصله تونسي وساعات يقولوا الكسكسي خويا اصله جزيري والله ما نعلم بها المعلومه هذه الكسكسي اصله منين والله ما احنا نعرفوا احنا نقولوا لها البربوشه احنا نقولوا له الطعام واحد يقول له طعام علاش الكسكسي الجزيري مثلا لونه ماهوش احمر كيما الكسكسي التونسي احنا الكسكسي تاعنا كاين ابيض كاين احمر كاين فيه قدام نوع كنقول لك انا مثلا الماكله التونسيه مثلا الكفتاجي اللي عندنا احنا شنو تسميوه انتم الكفتاجي احنا نقولوا له الكباب مش مقرونه بولونيز
كنقولوا احنا الكبتاجي تاعكم اخي اللي هو العظم تلقى عظم ومعاه معاه الفلفل والطماطم يتيبوا كلهم مع بعضهم ويتحركوا. هذيك شطيطحه شطيطحه هذيك ايه شطيطحه ايه شطيطحه هذيك نقولوا لها احنا شطيطحه احنا نسموها شطيطحه. والروز الجربي الروز الجربي اللي هو الروز مخلط بالخضره احنا ثاني نديروها الروز مخلط بالخضره ايه عصبان احنا نديروها بالكسكسي ايه والله نديروها بالمرقه ايه بالمرقه نسميوها بكبوكه والله بالكسكسي تتخيط تجي مخيطه بالبرا والخيط وفيها الحمص لداخل وفيها المصران وفيها الامورات فيها لداخل كي تحل هكا بالموس فوق الكسكسي والله طيب قرنيت زاد طيب كل قرنيت ايه طيب هكا صوص حمرا صوص روج ايه صوص روج ايه. شنو الماكلات اللي انت تشوف فيهم لهنا في تونس يشبهوا برشا للماكله في الجزائر؟ كاين برسك كيف كيف برسك ماكلات بزاف كيف كيف اللازانيا كيف كيف نفسها اللازانيا نفسها 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 مقرونة بالعلوش نفسها مقرونة بالعلوش نفسها نفسها مقديد كاين برسك ماكلات بزاف كيف كيف ماكلات يتخالفوا في الاسماء برك انتوما تسميوهم زي وحنا نسميوهم زي هذا ما كان بصح هما في طبيعتهم كيف كيف توا خويا نحبك في الكلمة الختام تعطينا كلمة هكا على نظرتك انت لتونس ولشعب تونس في شهر رمضان. ما شاء الله شعب كريم وكما نقولوا خاوة خاوة ما كانش كما نقولوا الحساسية هذه وحبوا كما نقولوا حبوا يديروا بيناتنا برك فهمت هي ما كانش العلاقات ما شاء الله ما راح ما راح يتبدل والو بربي ان شاء الله وخاوه خاوه ونهزوا بعضنا في المحنه كل ان شاء الله وان شاء الله تكون تونس بخير وتكون الجزائر بخير ان شاء الله. العلاقات التونسيه بالطبيعه من ناحيه ان السياحه محليها على الاخر 4 ملايين تونسي تزيري يجي كل صيف من ناحيه السياحه ما شاء الله من ناحيه السياحه يلقوا الراحه تحم تزيريه يلقوا الراحه تحم هنا يحسوا روحهم راهم في دارهم هنا ديما تلقاه تزيري يفضل لك انه يجي لتونس وما يمشيش لتركيا ولا يمشيش لباريس يمشيش كون يلقاها باطل يجي لتونس ب10 ملايين وما يروحش لترك بمليون.